إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالجمال والكمال تعظيما، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن عباده الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإنها وصية الله، وصية الله تبارك وتعالى للذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله الذي فيه الهدى والنور، كتاب الله الذي فيه الرحمات وفيه البركات وفيه الشفاء والسرور. يقول ربي تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين. ويقول ربي تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول ربي تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ففيه الهدى والنور، وفيه البشائر والبركات، فتمسكوا بكتاب الله تبارك وتعالى يا عباد الله، فإن للقرآن علينا حقوقا عظيمة، إن للقرآن علينا حقوقا عظيمة يجب علينا مراعاتها ما دمنا أن نؤمن بكتاب الله تبارك وتعالى. من حقوق القرآن ومن أهم حقوق القرآن حق سماع القرآن، أن تسمع لكتاب الله تبارك وتعالى، أن تكون لك ختمة غير ختمة القراءة، ختمة سماع للقرآن، أن تسمع القرآن، تسمع كتاب الله تبارك وتعالى وتداوم على سماع القرآن، فإن سماع القرآن سنة سنها النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه القرآن. كان صلى الله عليه وسلم في يوم مع ابن مسعود ترجمان القرآن، فقال لابن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ حتى بلغ سورة النساء، وبلغ في سورة النساء قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول: حسبك حسبك. فيقول ابن مسعود: نظرت إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فإذا بعيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. ما أعظم القرآن، وما أعظم سطوة القرآن بسماع القرآن. يقول ربي تبارك وتعالى عن الجن وهم يستمعون كتاب الله تبارك وتعالى: قل أوحي إلي نفر من الجن أن قل أوحي إلي نفر من الجن يستمعون القرآن. يقول ربي تبارك وتعالى: قل أوحي إلي قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فمن أراد الهداية وزيادة الإيمان فعليه بسماع القرآن. من أراد الهداية وسماع من أراد الهداية وزيادة الإيمان فعليه بسماع القرآن. ويقول ربي تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فمن أراد رحمة الرحمن فعليه بسماع القرآن. وقال الله جل وعلا أيضا عن الجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. لأن سامع القرآن يؤمن إيمانا كاملا بالله تبارك وتعالى، لأن من الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فحينما استمعوا الجن إلى هذا القرآن وعظمة القرآن ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فعلينا يا عباد الله أن نوفي هذا الحق في القرآن، ألا وهو حق سماع القرآن. استمع إلى قارئ تفضل سماعه فتسمع كتاب الله جل وعلا ختمة كاملة تسمع فيها كتاب الله. الحق الثاني من حقوق القرآن هو حق تلاوة القرآن وقراءته، أن تكون لك ختمة في كتاب الله تبارك وتعالى، ليس في العام، ليس من رمضان إلى رمضان كما يفعل الكثير للأسف الشديد، بل أن تقرأ القرآن وتكون لك ختمة في كل شهر على أقل الأمور. من الناس من يختم في كل 10 أيام بمقدار 3 ختمات في الشهر الواحد، من الناس من يختم في كل 5 أيام، ومن الناس من يختم في كل 3 ليال. إنه القرآن يا عباد الله الذي أمرنا بقراءته، فإن الله جل وعلا يقول: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. ويقول تبارك وتعالى: فاقرؤوا ما تيسر منه. يقول ربي جل وعلا: يتلوه حق تلاوته. فإن تلاوة القرآن هي التجارة الرابحة مع الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إي وربي تجارة لن تبور بتلاوة القرآن يا عباد الله، بتلاوة القرآن يرجون تجارة لن تبور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فمن كان بالقرآن ماهرا في قراءته فإنه مع السفرة الكرام البررة، ومن كان يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران كما قال النبي عليه الصلاة والسلام:
اي وربي انها التجاره الرابحه. اين قراء القران؟ اين من يتلذذون بالقران حتى وهو شاق؟ ضاعف الله جل وعلا لك الاجر. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بعشره امثالها. فكيف اذا ضاعف الله جل وعلا الاجر الى اجران، ويضاعف الله جل وعلا لمن شاء سبحانه تبارك وتعالى. فاقرأوا القرآن يا عباد الله، تعاهدوا قراءة القرآن. الحق الثالث من حقوق القرآن هو حق حفظ القرآن، أن تحفظ كتاب الله، أن يكون في قلبك كتاب الله، أن يكون وحي الله في قلبك وأنت لا يوحى إليك. فإن الفرق بين أنبياء الله تبارك وتعالى وبين حافظ القرآن أن أنبياء الله معهم وحي القرآن ويوحى إليهم، وأن حافظ القرآن معه وحي الله وهو لا يوحى إليه. ما أعظم شرف حفظ القرآن يا عباد الله. يقال يوم القيامة في الجنة لقارئ القرآن أي حافظ القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فاستنتج أهل العلم أن عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن. تأمل في نفسك الآن، في أي درجة ستكون؟ من الناس من يقال له: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فيفتتح الحمد لله رب العالمين، ثم يفتتح ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ويختم: من الجنة والناس. كيف سيكون شعوره وهو في أعلى درجات الجنة؟ إذا قيل لك اقرأ، من أين ستقرأ وإلى أين ستنتهي؟ عباد الله، حفظ القرآن شرف عظيم، أن يكون في قلبك وفي صدرك وحي الله وأنت لا يوحى إليك شرف عظيم. فشرف قلبك وشرف نفسك بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وبلاء وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. من حقوق القرآن علينا يا عباد الله الحق الرابع، ألا وهو حق تدبر القرآن. وأنت تسمع القرآن وتقرأ القرآن وتحفظ القرآن، لابد أن تكون من بين آيات القرآن آيات تستوقف قلبك فيدمع منها عينك كما دمعت عينا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. استشعر هم الأمة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فدمعت عيناه عليه الصلاة والسلام. إذا أتتك زواجر القرآن، إذا أتاك الوعد والوعيد من آيات القرآن، فإذا بها تلامس قلبك ومشاعرك فتدمع عيناك تدبرا لكتاب الله تبارك وتعالى. وما أنزل القرآن يا عباد الله إلا لنتأمل ونتدبره ونتدبر آياته، لأن الله جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا لم يتدبر الإنسان القرآن يخشى على قلبه من الإغلاق والإقفال. ويقول ربي تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
تتأمل في تلك الآيات العظام، تتأمل في وحي القرآن وهو يلامس قلبك فيربي حركاتك. لذلك كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، لأن القرآن حينما يلامس القلب فإنه يؤثر على العادات، القرآن حينما يلامس القلب فإنه يؤثر على العادات والحركات، لأنه كتاب الله تبارك وتعالى. الحق الخامس يا عباد الله من حقوق القرآن حق العمل بكتاب الله تبارك وتعالى، أن تعمل بكتاب الله تبارك وتعالى. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، فرضناها أي فرضنا فيها حدودها وأحكامها، فرض الله جل وعلا فيها أوامر ونواهي تأتمر بأمر الله جل وعلا وتنتهي عند نهي الله تبارك وتعالى. فإذا سمعت قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فتكون من المتقين، إذا سمعت قول الله جل وعلا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب فتكف عن الاستهزاء وعن الهمز واللمز. إذا سمعت قول الله جل وعلا لا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا، فلا تغتاب ولا تتجسس. وأنت تقرأ وتسمع وتحفظ كتاب الله وتدبر آيات الله تبارك وتعالى، فتمر عليك تلك الآيات قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فتغض البصر عن الحرام وتحفظ الفرج عن الحرام. إنه العمل بآيات الله تبارك وتعالى يا عباد الله. عباد الله، للقرآن علينا حقوق عظيمة، والله يجب علينا مراعاتنا في هذه الدنيا ما دمنا نؤمن بكتاب الله تبارك وتعالى، قبل أن يأتي يوم يشتكي فيه رسول الهدى عليه الصلاة والسلام خير البشرية الذي أنزل عليه القرآن إلى رب السماوات والأرض فيقول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تمسكوا بالقرآن، تمسكوا بالعروة الوثقى، قبل أن يأتي يوم فيشتكي رسول الهدى عليه الصلاة والسلام خير البشرية إلى ملك الملوك الله جل في علاه فيقول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اتقوا الله عباد الله في كتاب الله، تعاهدوه كما تتعاهدون جوالاتكم، استغفر الله، بل أعظم مما تتعاهدون جوالاتكم، تعاهدوا كتاب الله ليكون في قلبك وحاضرا بين يديك وأمام عينيك، بل وفي سمعك وحتى بين جوارحك. ثم اعلموا عباد الله أن الله جل وعلا أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جن وإنس، فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وأكرم على عبدك ورسولك محمد، ارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين ساروا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم من أراد إسلامنا وإيماننا ومقدساتنا وحكامنا ورجال أمننا وشبابنا وفتياتنا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيها أهل طاعتك، يعز فيها أهل طاعتك،
ويهدى فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيها بالمعروف، وينهى فيها عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وعيوننا من الخيانة، فإنك سبحانك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا موحصا، وعن النار مخلصا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وبينت برهانه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة من رحماتك ترضى بها علينا وتدخلنا بها جنتك. اللهم إنا نسألك رحمة من رحماتك ترضى بها علينا وتدخلنا بها جنتك. اللهم إنا نسألك رحمة من رحماتك ترضى بها علينا وتدخلنا بها جنتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.